السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما سبق الذكر سنراجع اليوم درسا في قواعد اللغة من الفصل الأول معاني وإعراب إذا، إذ، حينئذ وإذا. إذا نبدأ بالبيت الأول وهو مأخوذ من كتاب المتعلم إذا للشاعر إيليا أبي ماضي. إذا يقول إيليا أبو ماضي: إني إذا نزل البلاء بصاحبي دافعت عنه بناجدي وبمخلبي. كما هو معروف أن إيليا أبا ماضي من شعراء الرابطة القلمية ذات الاتجاه الرومانسي، هذا من باب التذكير، شعراء المهجر. إذن يقول صاحب النزعة الإنسانية والتفاؤلية عن الصديق أنه إذا نزل البلاء بصاحبه ماذا؟ سننتظر نتيجة. إذن الجواب: دافعت عنه بناجدي وبمخلبي. إذن احتاجت الجملة الأولى إلى جواب، لذلك إذا هنا تضمنت معنى الشرط. ما هو الشرط؟ إذن لاحظ أن أسلوب الشرط يتكون من أداة الشرط، جملة الشرط، وبالضرورة إذا كان هناك شرط جواب الشرط حتى يكون المعنى تاما. إذن قلنا إذا أداة شرط، إذا أداة شرط وهي من أدوات الشرط غير الجازم. كما نعلم أن أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: شرط جازم، ماذا يجزم؟ يجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط. لكن إذا من أدوات الشرط التي لا تجزم، معناها يفيد الشرط. إذا أولا سنبدأ بإذا، ما هي أحكام إذا وما هو معناها؟ إذا قلنا متى ينزل البلاء بصاحبه، هل هذا في الزمن الحاضر أم في الماضي أم في المستقبل؟ لاحظ معي أن الفعل في الماضي، فهل دلالته كانت للماضي؟ إذا لاحظ جيدا أن هذا الفعل حينما اتصل بإذا دل على الزمن المستقبلي حين ينزل البلاء. أخذت إذا هنا معنى حين، فكانت ظرفية. إذا نقول أن إذا هذه تنقسم إلى قسمين: هناك إذا الإسمية التي تعرب ظرفا، وهناك إذا الحرفية وسنتعرف عليها. إذن هذه إذا كانت بمعنى الظرفية، ظرف لما يستقبل من الزمان. إذن إذا أردنا أن نرتب هذه المعطيات، قلنا أولا أنها تضمنت الشرط، يمكن أن نبدأ ذلك ونقول إذا أداة شرط غير جازم، أداة شرط غير جازم، ظرف، ولاحظ أنني سأكتبه بلون مغاير، أن أساس الإعراب هو هذا اللفظ. إذن هنا لها محل من الإعراب، أخذت معنى الظرفية. إذن ظرف أي زمن قلنا؟ إذا نزل البلاء، ظرف لما يستقبل، ظرف لما يستقبل من الزمان، مبني على السكون، مبني على السكون. الظرف مفعول فيه، وكل المفاعيل لها حكم النصب، فلا تنسى في محل نصب، في محل نصب مفعول فيه أثناء الإعراب، ركز حتى لا تخطئ وتكتب به من سهوا فيكون الخطأ في آخر الإعراب. إذا تذكر أن الظرف مفعول فيه، ظرف الزمان أو المكان غالبا مفعول فيه، ما دام مفعولا فيه إذن حكمه النصب. كما يعرف أن الظرف في الغالب
دائما يضاف. إذا نجد بعده مضافا إليه، الظرف يحتاج إلى إضافة، إذا وهو مضاف، وهو مضاف. إذا هذه إذا الإسمية التي أخذت محل الظرف تضاف إلى ماذا؟ ماذا يأتي بعدها؟ لاحظ جيدا ماذا ورد بعد إذا الظرفية. ورد بعد إذا الظرفية جملة فعلية. إذن إذا هذه الظرفية تضاف إلى الجمل الفعلية. إذا الظرفية تضاف إلى الجمل الفعلية. إذن فنزل البلاء بصاحبي، كيف ما محلها من الإعراب؟ إذن دائما بعد إذا الظرفية الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. نزل البلاء بصاحبي جملة فعلية في محل جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. ما نسجله باللون المختلف هو ما لا يمكن أن نخطئ فيه، هو ما لابد أن يكون في إجابتي. مضاف إليه حكمه الجر. إذن جملة نزل البلاء جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. إذن الآن نلخص ما سبق ذكره في هذا الجزء. بدأنا بإذا، بدأنا بإذا ونقول إذن أولا إذا تنقسم إلى ألف إذا الإسمية، إذا الإسمية. ما معنى إذا الإسمية؟ كل ما هو اسم له محل من الإعراب، وكل ما كان حرفا لا محل له من الإعراب. إذا صنفت إذا هنا اسما أي لها محل من الإعراب. قد وجدنا أن هذا الاسم قد أخذ معنى الظرفية، إذن تكون ظرفية لما يستقبل من الزمان وتضاف إلى الجمل الفعلية، هذا أساسها. تكون ظرفية هذه الإسمية وتضاف إلى الجمل الفعلية. إذن فنسجل هذا، إذا الإسمية تضاف إلى الجمل، إلى الجمل الفعلية. وهذه اللفظة كلمة جمل فعلية سأسطر تحتها وستعرف السبب، سبب اهتمامنا بهذا الحكم. تضاف إذا الظرفية إلى الجمل الفعلية، إذن وهو حكم ثابت لا يقبل التغيير. إذن تضاف إلى الجمل الفعلية تتضمن معنى الشرط، تتضمن معنى الشرط غير الجازم، لا ننسى هذا فيما يفيدني في إعراب جواب الشرط. إذن شرط غير الجازم. إذا الإسمية تضاف إلى الجمل الفعلية تتضمن معنى الشرط غير الجازم، ظرفية لما يستقبل من الزمان، هذه أحكامها، ظرفية لما يستقبل، بما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان. وإعرابها هناك من يعربها مباشرة ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه، وهناك من يبدأ بأنها أداة شرط غير جازم، ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف. إذن قلنا معرفة أنها أداة شرط غير جازمة، هذا سيسهل علي معرفة المحل الإعرابي لجوابها دائما حينما تكون شرطية. إذن جوابها هل له محل من الإعراب والأداة لا تجزم، لا وجود للجزم
فهل سيأخذ جواب الشرط محل الجزم؟ أكيد لا، لن يأخذ جزما باعتبار أن الأداة غير جازمة. فدائما دائما جواب إذا جواب الشرط لا محل له من الإعراب، ونوثق ذلك حتى يبقى راسخا. إذا جملة الشرط جواب الشرط دافعت عنه جملة جواب الشرط جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. يمكن أن نضيف تعليلا لأن الأداة غير جازمة، لأن أداة الشرط غير جازمة، أو يمكن اختصار ذلك جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب. إذن نعيد، نذكر بأحكام إذا الظرفية الشرطية. إذا الظرفية تضاف إلى الجمل الفعلية، أول شيء أي نجد بعدها جملة فعلية. ثاني شيء تتضمن معنى الشرط، تتضمن معنى الشرط، وسنرى هل دائما تتضمن معنى الشرط أم أحيانا تفقد شرطها لأسباب. إذن غير الجازم ظرفية لما يستقبل من الزمان، راجع جيدا هذا الإعراب، كرره سيعلق في ذهنك حينما تجد الجملة فيها شرط وفيها جواب وتعني حين للمستقبل، فهي إذا اسمية وتعربها هذا الإعراب التام دون أن تنقص أحد التفاصيل لتكون النقطة نقطة تامة. أحيانا في الامتحانات لا يسطر لك تحت إذا، بل يستغل درس إذا في الجمل، فجملة المضاف إليه دائما بعد إذا الظرفية أو جملة جواب الشرط. فتقريبا انظر، نحن تقريبا نضرب عصفورين بحجر، أننا نراجع إذا ونراجع بعض الجمل التي لها محل والتي لا محل لها من الإعراب. ثانيا فيما يتعلق بإذا الإسمية، نبقى مع إذا الإسمية التي لها محل من الإعراب. لاحظ معي هذا المثال الذي سأسجله بعد أن تكون قد سجلت هذا الإعراب جيدا واضحا بتغيير اللون حتى يظهر. إذا سجل معي المثال الثاني ولاحظه جيدا وحاول إعراب إذا. يقول تعالى في كتابه الكريم، يقول تعالى في كتابه سورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. سورة الكهف، الكهف: واذكر ربك إذا نسيت. نسطر تحت إذا ونحاول أن نفهم معناها، نسطر تحت إذا. إذن واذكر ربك إذا نسيت، إذا هنا هل هي شرطية؟ هل هي بمعنى، قد تكون ظرفية أي بمعنى حين؟ نقول متى نذكر الله؟ حين ننسى. إذن هي الظرفية، هي نفسها إذا الظرفية، هي نفسها إذا الظرفية. لكن ماذا نلاحظ في الشرط وفي جوابه؟ أين جواب الشرط؟ انظر، إذا نسيت، إذا نسيت، أين جواب الشرط؟ إذا لاحظ أننا إذا قلنا إذا نسيت أذكر ربك، إذا نسيت أذكر ربك، فسبق الجواب، جاء ما يدل على الجواب في البداية. إذا يوجد الشرط ولكن جواب الشرط سبق الجملة الشرط، والإعراب يبقى نفسه، والإعراب يبقى نفسه. فتقدير الكلام إذا نسيت أذكر ربك. إذن فنقول أن إذا هنا
كان فيها معنى الشرط ولكن سبق الجواب في هذه الجملة. إذن يمكن ماذا نستنتج؟ أن التلميذ الذي يضع في ذهنه أن بعد إذا الشرطية دائما يجد الجواب. هنا لاحظ أن الجواب لا نجده بعد إذا الظرفية بل سابقها، فهذه من الملاحظات التي لابد أن تدركها. ففي قصائد الشعر نجد مثل هذه الحالات، وتبقى إذا هي الظرفية الشرطية التي سبق جوابها شرطها. إذن فتعرب هذا الإعراب، ونسيت هي المضاف إليه، جملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. كذلك يمكن لإذا أن تفقد الشرط تماما وتكون ظرفية فقط، والليل إذا يسري، والليل حين يسري، لا وجود لجواب الشرط، فنحذف أداة شرط غير جازمة ونعربها هكذا، والليل إذا يسري. إذن هنا لا جواب للشرط، فهي ظرفية فقط. إذن ماذا نستنتج؟ أن إذا قد نجد فيها جملة الشرط وجوابه، قد نجد في الجملة ما دل على جوابها وسبق قبل جملة الشرط، قد يحذف الشرط ولا أساس للشرط في الجملة وتكون ظرفية فقط. إذن سنسجل هذا الأمر كملاحظات. إذن يمكن كملاحظة، يمكن أن يحذف جواب الشرط لوجود ما دل عليه سابقا، مثل هذا المثال، إذا نسيت دل عليه أذكر ربك، إذن أذكر ربك إذا نسيت. يمكن أن يحذف جواب الشرط لوجود ما دل عليه سابقا، أو مباشرة يمكن أن تكون، يمكن أن تكون إذا، يمكن أن تكون إذا ظرفية فقط، ظرفية فقط دون شرط، دون شرط. إذن لاحظ معي عزيزي التلميذ أساسيات إذا الأولى، أوليات إذا التي من خلالها أستطيع التعرف على إذا النوع الأول، وهي الإسمية، أن إذا تضاف إلى الجمل الفعلية، وهذه إن سطرنا تحتها فهذا يعني لأهميتها أنها تضاف، وسنعرف السبب بعد حين. تضاف إلى الجمل الفعلية تتضمن معنى الشرط غير الجازم، غير الجازم هو الذي سيجعلني أعرف أن الجواب لا محل له من الإعراب، وهي ظرفية لما يستقبل من الزمان. وقلنا وأعيد وأكرر أن الظرف أساس في الإعراب، فإذا كتبت أداة شرط غير جازمة واكتفيت بذلك إعرابك ليس ناقصا معدما، أن الأساس هو الظرف. قد لا نجد جوابا لوجود ما دل عليه سابقا، قد لا تتضمن الشرط أساسا وتكون ظرفية فقط، في المثال الذي قلناه في قوله تعالى والليل إذا يسري. سننتقل إلى مثال آخر. لاحظ معي هذا البيت الشعري الشهير، البيت الشعري الشهير عن الموت وحتميته. إذا المنية، إذا المنية أنشبت أطفالها، يقول شاعر إذا المنية، إذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة، ألفيت كل تميمة لا تنفع، لا تنفع حتمية الموت، لا يمكن دفع الموت. إذن إذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا بحثنا في معاني إذا سنجد أنها شرطية، لأن بالضرورة وجدنا جواب الشرط، فتكون أداة شرط غير جازمة. حين تنشب أظفارها للمستقبل فهي ظرفية، لكن ماذا تلاحظ؟ لاحظ جيدا وراجع الأحكام، ولاحظ ما الشيء الجديد في هذا المثال، لاحظ جيدا، دقق النظر. الأمر الذي سطرنا تحته وهو أن إذا
أن إذا تختص بالدخول على الجمل الفعلية، فماذا تلاحظ إذا ماذا ورد بعدها؟ هل تغير الحكم؟ هل نقول إلا في حالات؟ لا، تبقى إذا مختصة بالدخول على الجمل الفعلية، تبقى إذا مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. إذن أين الفعل؟ أين الفعل؟ لاحظ، ورد بعد إذا هذه ورد اسم. إذن هذا الاسم هل هو مبتدأ؟ أكيد لا، لأن إذا تختص بالدخول على الجمل الفعلية، إذن أكيد هناك فعل محذوف. هناك فعل محذوف، كيف أقدره؟ كيف أعرف هذا الفعل ما هو؟ إذن فعل محذوف يفسره الذي بعده، وجد فعل في الجملة هو الذي يفسر المحذوفة. إذن ما هو هذا الفعل؟ تقديره أنشبت، ستضع الفعل الذي فسره الذي يليه وهو أنشبت، وتقرأ الجملة إذا أنشبت المنية أنشبت، فلا حاجة لهذا، لذلك حذف لوجود ما يدل عليه. إذن لذلك هذه المنية هل تعربها مبتدأ؟ أكيد لا، حينما تظهر وتبرز الفعل أنشبت المنية. إذن كيف أعرب المنية؟ تفكر كيف أعرب المنية؟ بوضع فعلها في مكانه، وقد طرح هذا سابقا في البكالوريا، بحيث أنه لم يسطر تحت إذا، بل سطر تحت الاسم بعد إذا، ليختبرك طارح السؤال إذا كنت تعرف أن إذا تختص بالدخول على الجمل الفعلية وأن هذا الاسم له فعل محذوف، فتضع الفعل وتحاول إعراب المنية. أنشبت المنية، أنشبت المنية. إذن المنية ماذا؟ نعم، فاعل لفعل، فاعل لفعل محذوف. هنا حذف وجوبا، محذوف وجوبا لوجود من يفسر، محذوف وجوبا يفسره الذي يليه، نقدره ونكتب تقديره، تقديره أنشبت، هكذا تكتب في الإجابة، تقديره أنشبت. لا تنسى أنك مطالب بإعراب مفصل، معنى إذا كان ظاهرا أو مقدرا. مرفوع، مرفوع هذا الفاعل، وعلامة رفعه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن جملة المضاف إليه أين هي؟ إذن جملة المضاف إليه هي هذه بفعلها الذي حذف، هذه جملة المضاف إليه. ستسألني تقول لي وهذه الجملة، الجملة الثانية التي فسرت، إذن تفسيرية، والتفسيرية كما نعرف وكما سنعرف في درس آخر للجمل التي لها محل والتي لا محل لها، أن التفسيرية لا محل لها من الإعراب. إذن هنا سنسأل سؤالا، سنسأل سؤال، هل دائما بعد إذا التي يحذف فعلها ويفسر بالذي يليه نجد الفاعل فقط؟ هل يكون فاعلا دائما؟ أقول لا، الفعل المحذوف أحيانا يحذف بفاعله فأجد المفعول به. مثلا نعطي مثال، أننا نقول مثلا نطقتها بالسكون لتضع أنت الحركة، إذا سر أخيك عرفته فاكتب، إذا سر أخيك عرفته فاكتب، هذه السر نريد أن نضع لها حركة. أكيد حركة سر التي سنعربها
تحدد بوضع الفعل الذي حذف. إذن الفعل هو هذا، ستجده يلي اللفظة. عرفت، عرفت، ماذا يوجد في عرفت؟ فيها الفعل وفيها الفاعل. ماذا عرفت؟ سر، سر. إذن كيف أعرب سر؟ إذن سر أعربها، سر سأعربها مفعول به لفعل محذوف وفاعله. فعل والفاعل محذوفا، مفعول به لفعل محذوف وفاعله. تقد يفسره الذي يليه، يفسره الذي يليه. تقديره عرفته، تقديره عرفته. منصوب وعلامة نصبه، العلامة ظاهرة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره. إذن هنا نسأل كذلك، هل دائما إن لم يكن فاعلا يكون مفعولا به فقط؟ أكيد لا. إن كان الفعل المحذوف كان مثلا أو من أخوات كان، أكيد سيتغير المحل لهذا الاسم بعد إذا الظرفية نضع كان فنجد لها، وسنكتب مثالا. إذن هذه الملاحظات سندونها بعد هذه القاعدة. ماذا سنكتب؟ إذن سجل معي هذه القاعدة ثم أكمل الملاحظات التي أضفناها. إذن يمكن للفعل بعد إذا أن يحذف، يمكن للفعل بعد إذا، هذه دائما الظرفية، أن يحذف، يفسره الذي يليه، فيعرب الاسم بعد إذا التي حذف وقدر فعلها، حذف وقدر فعلها. إذن يعرب، قد أجده يعرب فاعلا مثل الحالة التي رأيناها، إذا المنية فاعلا. قد أجد مفعولا به مثل الحالة التي رأيناها كذلك. قد يكون اسم كان، اسم كان، اسم كان مثلا، إذا المعلم كان حاضرا، إذا المعلم كان حاضرا أتيت. المعلم نضع هنا كان، فنقول إذا كان المعلم كان حاضرا أتيت، فتعرب اسم كان. أحيانا تجد، أحيانا تجد بعد إذا ضميرا منفصلا، ضميرا منفصلا، أحيانا تجد ضمير منفصل. إذن هذا الضمير المنفصل كيف أعربه؟ مثلا بيت شعري الشهير للمتنبي، إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، أكرمت الكريمة ملكته. لاحظ، ورد، ورد بعد إذا ضمير، ضمير مفصل. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، كيف أعرب أنت هذا الضمير المفصل؟ إذا وضعنا أكرمت سنجد أن الفاعل تكرر مرتين. إذا أكرمت أنت، إذا أكرمت أنت، ما الذي تكرر؟ تكرر الفاعل، ولا يوجد لفاعل فاعل، إذن يؤكد الفاعل بالضمير. إذن أكد بالضمير فيعرب توكيدا لفظيا، توكيد لفظي، ضمائر كلها مبنية، مبني على الفتح، على الفتح في محل، ما المحل الذي يأخذه؟ أكد، أكد لنا الفاعل. إذن في محل رفع، في محل رفع.
إذن ماذا نقول؟ نقول إذا وجدنا بعد إذا الظرفية ضميراً، إذا وجدنا ضميراً منفصلاً وخاصة نتحدث عن ضمائر المتكلم والمخاطب، مخاطب متكلم والمخاطب، فيعرب هذا الضمير مباشرة توكيد لفظي، يعرب توكيد لفظي. إذن هذا عن إذا حينما نجد أن فعلها الذي من المفروض نجده بعدها محذوفا، فنقدر هذا المحذوف ونعرب الاسم بعدها. إذن نقول أن إذا الظرفية تختص بالدخول على الجمل الفعلية، إذا وجدت اسما أقدر فعلا محذوفا. ذلك الاسم كيف يعرب؟ قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا به، قد يكون توكيدا لفظيا، قد يكون اسم كان. إذن سجل هذا على كراسك، توكيد لفظي. متى يكون توكيد لفظي؟ مع ضمائر منفصلة للمخاطب والمتكلم. توكيد لفظي مع ضمائر منفصلة للمتكلم والمخاطب. هذا ما شرحناه. هذا الجزء تقريبا الأكبر، الجزء الأعظم في إذا في أحكامها. ماذا علينا أن نبقي في الذهن إذا تدخل على الجملة الفعلية؟ قد تتضمن الشرط، قد تفقد شرطها، قد نجد ما يدل على شرطها وسبقت به جمل بعدها مضاف إليه، وجواب شرطها لا محل له من الإعراب. حينما ننهي الدرس سنختصره في خرائط ذهنية، سيختصر في خرائط ذهنية. إذن لاحظ معي إذا في هذا المثال، لاحظ معي إذا في هذا المثال. مثلا قال تعالى، نأخذ من قوله تعالى، قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة، ثم إذا دعاكم دعوة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون. وجدت إذا في الآية بنوعيها. إذا الأولى، هذه إذا الأولى، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، حين دعاكم الأولى ظرفية التي رأيناها، وبعدها الجملة الفعلية الظرفية. لكن الثانية، إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون، الحدث الذي أتى بعد إذا هل كان متوقعا؟ هل كان متوقعا؟ إذن انظر، يدل على الفجأة. مثلا بمثال آخر، إذا قلنا دخلنا المدينة إذا المؤذن ينادي للصلاة، إذا المؤذن ينادي للصلاة. إذا لاحظ أن المعنى هنا اختلف تماما، أن المعنى قد اختلف، فجاء حدث غير متوقع بعد إذا دخلنا المدينة، حدث عادي، لكن يأتي حدث يدل على الفجأة، يدل على الفجأة. إذا هذه إذا من نوع آخر، وهي الحرفية التي تفيد معنى الفجأة فقط، فهي حرف فجاءة أو فجائية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. كيف نعرف الفجأة؟ نجد حدثين مختلفين والثاني جاء فجأة غير متوقع، والفجأة أكيد لنتفاجأ حينما لا نتوقع أمرا معينا. إذن فنعرب إذا هذه ثانية فجائية أو حرف فجاءة، فجائية مبنية
على السكون، جائية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأنها مجرد حرف، والحروف في اللغة كلها لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها حروف معاني، وظيفتها تكون فقط في الجملة تؤدي معنى معين لا غير. إذن هي حروف لا محل لها من الإعراب. إذن هي حرف فجاءة أو فجائية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. إذن كتبنا ألف إذا الإسمية، إذن باء إذا الحرفية، باء إذا الحرفية. أتعمد التأني لتسجل ما نكتبه على اللوح، إذن أو على السبورة. باء إذا الحرفية، قلنا كل حرف لا محل له من الإعراب. هذه الحرفية ترد بمعنيين، معنى الأول رأيناه هو الفجأة، إذن وترد بمعنيين. ما هما؟ المعنى الأول فجائية، الحدث بعدها مفاجئ غير متوقع، ممكن تختص بالدخول على الجمل الإسمية. لاحظ هذه تختص الفجائية، تختص بالدخول على الجمل الإسمية، أي هذا مبتدأ. إذن غير متوقع تختص، هذه من الأدلة التي من خلالها أتأكد من إعرابها الصحيح، تختص بالدخول على الجمل الإسمية، تختص بالدخول على الجمل الإسمية. إذن فلتلك الجملة الإسمية هل لها محل؟ جملة جديدة إذن لا محل لها من الإعراب، قد نعتبرها ابتدائية لا محل لها من الإعراب. هذا الجمل لا محل لها من الإعراب بعدها، إذن تختص بالدخول على الجمل الإسمية، إذن تخالف إذا الظرفية. المعنى الثاني، لاحظ معي هذا المثال. مثلا نقول استكتمته السر. هناك من يسأل ما معنى استكتمته السر؟ إذا طلبت منه أن يستره، إذا طلبت منه أن يستره. ما معنى استكتمت؟ فجاءت الجملة بعد إذا لي، جاءت الجملة بعد إذا لي لتفسر معنى استكتمت. إذا هنا جاءت بمعنى أي، عوضها بأي، ستجد الكلام ما بعدها يفسر ويشرح ما قبله. إذن المعنى الثاني لإذا، المعنى الثاني لإذا اثنان تفسيرية، المعنى الثاني لإذا تفسيرية. ما معنى تفسيرية؟ الجملة بعدها تفسر، أي تشرح، تفسر ما قبلها، تفسر ما قبلها. وكل جملة جاءت للتفسير لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. إذن ترد إذا الحرفية بمعنيين، هما الفجأة فجائية وبمعنى التفسير. فتعرب إذا هنا حرف تفسير أو تفسيرية، حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. إذن بعد أن ننهي هذه الأحكام وندونها، بعد فهمها
نحتاج إلى خريطة ذهنية تختصر لهذا الدرس بوضع الأحكام المهمة، والتفاصيل تبقى مدونة من باب الاستئناس بها في حالة النسيان. إذن كيف نرسم هذا المخطط أو الخريطة الذهنية لدرس إذا؟ لإذا إذن سترسم مثلا هكذا. سنكتب إذا كحرف أو كلفظ أساسي، إذا بالمد حتى نفرق ما بين إذا وإذ. إذا هذه إذا ستتفرع إلى ماذا؟ قلنا يوجد فيها نوعين. القسم الأول يوجد الإسمية، الإسمية أكيد ستردد معي ما أقوله لأننا في حالة اختصار وملخص، الإسمية والحرفية، حتى تتذكر أن الإسمية لها محل، لها محل أكيد أنها اسم، والحرفية لا محل لها، لا محل لها. الإسمية الآن تضاف إلى الجمل الفعلية، كلمة تضاف جمل بعدها تضاف إلى الجمل الفعلية، ظرف أداة شرط غير جازمة، ظرف وهي أداة شرط غير جازمة، الأحكام تبقى مفصلة. الحرفية وفيها نوعين، نوع الأول نوعان عفوا، النوع الأول أو المعنى الأول هو الفجائية، حرف فجاء، فجائية لا محل لها من الإعراب، تفسيرية بمعنى أي، تأتي بمعنى أي لا محل لهما من الإعراب. نتذكر الجملة بعدها، الجملة الفعلية، الجملة الفعلية بعد إذا مضاف إليه، جواب الشرط لا محل له من الإعراب. هذا مخطط إذا الإسمية وإذا الحرفية. إذن إذا الإسمية يسيطر عليها في الإعراب الظرفية لما يستقبل من الزمان. سننتقل بعد ذلك إلى إذ، إذا نركز جيدا حتى لا تخلط ما بين أحكام إذا وإذ، وسجل المخطط بعد الدرس والقاعدة، وسننتقل إلى إعراب إذ وحالاتها. نسجل المخطط وسننتقل إلى إذ. ثانيا أخذنا إذا، ثانيا إذ. الآن مع إذ، ثانيا إذ، سنسجل مثالا ونرى كيف تعرب إذ. يقول تعالى، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا. إذا لاحظ معي، إذ هذه لها نفس تقسيم إذا، بمعنى يوجد في إذ كذلك الإسمية كما يوجد إذ الحرفية. إذن الإسمية والحرفية، سنأخذ الحالة الأولى في إذ الإسمية. إذا طرحنا السؤال، إذا طرحنا السؤال وقلنا
متى نصره الله؟ طرحنا السؤال هنا، متى نصره الله؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نصره؟ حين أخرجه الذين كفروا، حين أخرجه الذين كفروا. إذن لاحظ أن إذ هنا كانت بمعنى حين، معنى حين يعني كانت ظرفية كذلك، ظرفية. إذن إذ هنا كانت ظرفية، إذن نستنتج أن إذ الإسمية تأتي ظرفية. أن هذا الظرف هل هو للمستقبل أم لما مضى من الزمان؟ سنسأل متى. حين أخرجه في الماضي، أمر كان في الماضي، أخرجه الذين، حين أخرجه الذين في الماضي نصره الله. إذا لذلك إذ هنا ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان، مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه. والجمل بعد الظرفية دائما في جميع حالاتها دائما أمر جاهز في محل جر مضاف إليه. إذا الإسمية تضاف إلى الجمل، إذا نعرب إذ، نعرب إذ هنا ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان، مبني على السكون، مبني على السكون، الظرف مفعول فيه، تأخذ النصب كما النصب كما ذكرنا، ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب مفعول فيه، مفعول فيه، وهو مضاف، وهو مضاف، وهو مضاف. الجملة بعد إذ الظرفية دائما الجملة بعدها أخرجه الذين كفروا، أخرجه الذين كفروا، جملة فعلية في محل جر مضاف إليه أو بالإضافة، جملة فعلية في محل جر، في محل جر مضاف إليه. إذن أولا ماذا نستنتج؟ إذن أخذنا إذ، ثانيا إذ كذلك وتنقسم، واحد أو ألف إذ الإسمية، إذ الإسمية، هذه إذ الإسمية تضاف إلى الجمل، تضاف إلى الجمل، تضاف إلى الجمل، ويسيطر عليها في جميع حالاتها الظرفية، ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان. إذن من خلال أحكام إذ أن إذ الإسمية هي لفظ كاسم يوضع في الجملة ويعرب حسب موقعه في الجملة. إذا كانت ظرفية فقط بمعنى حين فإعرابها هو كالآتي، وسنعرف في التسجيل المقبل سنعرف ما هي حالات إذ الإسمية، كيف أعربها في بتغير موقعها. أكيد الظرفية ستسيطر عليها، ولكن أحيانا تسبق بأفعال معينة، فهنا نضطر لإضافة أمور. فما محلها؟ سنطرح السؤال ما محل إذ من الإعراب في استعمالات أخرى. إذا سجل عزيزي التلميذ هذا الإعراب والجزء من إذ، وسنكمل في التسجيل المقبل الأحكام إذ.